سيمبا انت بتعمل ايه كده؟ انا بقضي يوم كامل باللون الاخضر. ازاي يعني يا سي سيمبا؟ وانت هتلاقي حاجات كده تلعب بيها باللون الاخضر؟ ايوه طبعا، هلاقي لعب كتيره جدا العب بيها باللون الاخضر. بصي، ايه رايك في اللعبه العربيه الحلوه دي؟ وبصي المسدس الاخضر ده. استنى، هو انت هتقضيها كده كلها لعب؟ ايوه هقضيها لعب وكمان اكل. طب هتلاقي ايه بقى تاكله باللون الاخضر؟ بصي، هلاقي المانجا الخضراء الجميله قوي دي. الله، انت جبت المانجا الحلوه دي منين؟ انا عايزه مانجا. اصبري بس اما اوريكي الحاجات اللي انا هقضي بيها كمان باللون الاخضر. بصي اللعبه الحلوه دي تاني. ايه ده يا سيمبا، كفايه حاجات كده، يوه انا زهقت خالص. طيب لو زهقت اعملي زيي. خلاص انا كمان هقضي لون باللون البينك، انا بحب اللون البامبا او البينك ده، حلو قوي. يا سلام يا شيخه، وانت بقى كده هتلاقي اي حاجه تلعبي بيها او تاكليها حتى باللون البينك. ايوه هلاقي. بص اللعبه الحلوه دي، بص دي ادوات الدكتور، ايه رايك فيها؟ ماشي، بس مش هتلاقي حاجه تاكليها باللون البينك. لا يا سيمبا، هلاقي. بص لقيت ايه؟ لقيت الفرشه الحلوه دي. ايوه انا بقولك ماشي هتلاقي حاجات، انما مش هتلاقي اكل اصلا تاكليه. يوه لا، هلاقي، انا هدور لغايه اما الاقي، انا هروح اسال ماما. يلا يا ابو سيمبا، خبي الحاجه دي بسرعه تحت السرير. خبيتها ولا لسه قبل ما حد من الاولاد ما يجي؟ ايوه يا ام سيمبا، خلاص انا خبيتها تحت السرير اهو، الحمد لله ما فيش اي حد من الاولاد شافنا. يا ماما. ايوه يا كيارا، جايالك ثانيه واحده. خلاص كده خفيت الحاجه دي، ده سر وما ينفعش ان احنا نقوله لحد ابدا. ايوه يا ام سيمبا، اوعي انت تقعي بلسانك وتقولي لحد من الاولاد، لازم نحافظ على السر ده تحت السرير. ما تخافش، انا هروح لكيارا بقى قبل ما تيجي هنا وتشوف السر. ماشي يا ام سيمبا. ايوه يا كيارا يا حبيبتي، عايزه ايه؟ يا ماما انا عايزه اي اكل باللون البينك. حاضر، هدور لك على ايه. ايوه انا كنت عامله دوناتس النهارده ومزيناه كده بحاجات بينك. خدي يا كيارا اهو. ايه ده يا ماما، ده البينك اللي فيه صغير خالص، ده مليان شوكولاته. لا كده سيمبا هيزعل مني، مش هيقول لي كمان وهيتريق عليا. لا يا ماما انا مش عايزاه. طب يا كيارا اعمل لك ايه يعني؟ ما انا ما عنديش اي حاجه بينك دلوقتي. بصي العبي بس شويه وانا هبقى اعمل لك اي حاجه كده باللون البينك. ماشي يا ماما ماشي. بصي، ما لقيتيش اي حاجه باللون البينك يا كيارا، انا اللي كسبت النهارده التحدي. ايه ده يا سيمبا، على فكره انا لسه ما خلصتش. انا هخرج اجيب اي حاجه باللون البينك من بره، انت مش هتكسبني ابدا يا سيمبا، اصبر بس عليا. ماشي، اما نشوف اخرتها معاكي ايه يا كيارا. ايه ده، الله، ايه اللي انت لابسه ده يا ميمونه؟ حلو قوي اللبس ده. ايوه بصي، انت عارفه انا جبته منين؟ جبتيه منين يا ميمونه؟ السحره الشريره اديتهوني، انا رحت لها وكنت شاطره خالص معاها وكنت مؤدبه كمان، واديتني اللبس الحلو ده عشان انا عامله تحدي مع اردن اخويا. انا كمان عامله تحدي مع سيمبا وشكله كده هيكسبني. لا، روحي للسحره الشريره، بس اهم حاجه تكوني مؤدبه عشان ترضى تديكي الحاجه اللي انت عايزاها. ماشي، انا هروح للسحره بسرعه. يا ساحرة يا طيبة يا حلوة، يا ساحرة يا مش شريرة خالص، افتحي لي الباب. ايوه يا كيارا، عايزة ايه؟ انا عايزة اكل باللون البينك عشان اكسب سيمبا. ماشي اتفضلي، العلبة دي فيها اكل باللون البينك. الله، افتحها بقى بسرعة. اوعي تفتحيها هنا، ما تفتحيهاش هنا، اسمعي الكلام. ليه يعني؟ انت شكلك بتضحكي عليا اصلا وما فيهاش حاجه ولا ايه؟ انت شكلك بتعملي فيها مقلب. بقولك ايه، ما تنرفزنيش، خدي العلبه وامشي من هنا يلا، لا اما هاخدها تاني. خلاص هاخدها وامشي. يا سيمبا بصي يا سيمبا، انا جبت الاكل اللي لونه بالبينك اهو. استني بس يا كيارا، في موضوع كبير عايزه اقولك عليه. ايه يا سيمبا، وانت ايه، وانت مش عايز تتغلب ولا ايه؟ استني بس يا كيارا، بابا وماما مخبيين حد تحت السرير، شكلهم خاطفين ولا ايه يا كيارا؟ ايه ده، ازاي بابا وماما يعملوا كده؟ ازاي يخطفوا حد صغنن كده ويحطوه تحت السرير؟ انا مش مصدقه طبعا يا سيمبا. لا زي ما بقولك كده يا كيارا، بابا وماما خطفوا حد وخلوه تحت السرير ومخبيينه كمان، تعالي بسرعه عشان ننقذه. ايوه يا سيمبا، يلا نبقى شطار ونروح ننقذه بسرعه. يلا بسرعه يا كيارا، يلا بينا. يلا يا سيمبا. انتوا رايحين فين كده يا ولاد؟ احنا مش رايحين في حته يا ماما. طب اوعى حد يخش الاوضه بتاعتي، ممنوع حد يخش الاوضه بتاعتي عشان انا مخبيه سر جوه.
اوعى يا ولاد حد يخش الاوضه، سامعين ولا لا؟ لو عايزين تلعبوا لعبوا في الاوضه بتاعتكم. حاضر يا ماما حاضر. شفتي بقى يا كيارا صدقتيني؟ عرفتي بقى اللي هم مخبيين سر بقى ولا لا؟ ايوه يا سيمبا عندك حق، ازاي ماما وبابا يبقوا اشرار كده ويخطفوا حد؟ ده زمان مامته كده زعلانه علشانه. يلا بسرعه نروح ننقذه بسرعه، يلا بسرعه يا سيمبا. يلا يلا يا كيارا، يلا يا كيارا، يلا شديه بسرعه من تحت السرير. حاضر حاضر انا بشده اهو. ايه ده ايه ده، الحق يا سيمبا. ايه ده ايه ده، انا الروبوت، انا الروبوت سكر. ايه ده، انا هبوظ دلوقتي عشان حد لقاني. ايه ده، الحق يا سيمبا، ده طلع روبوت. ايه ده، يا نهار ابيض، ايه اللي انتوا عملتوه في الروبوت بتاع بابا ده؟ ينفع كده؟ انتوا بوظتوه. يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا الحق. ايه ده، يا نهار ابيض، انتوا ازاي تلاقي الروبوت بتاعي من غير ما تقولولي؟ ده باظ الله يسامحكوا، انا كنت مبرمجه اللي هو لو اي حد لقاه هيبوظ بسرعه. الله يسامحكوا، الله يسامحكوا، بوظتوا شقه عمري. الله يسامحكوا، الله يسامحكوا. على فكره انتوا متعاقبين انتوا الاتنين، عشان انا حذرت من يوم مره اللي محدش يخش الاوضه دي، وانتوا برضو دخلتوا. احنا اسفين قوي يا ماما، احنا اسفين. يلا انت وهوي يلا على اوضتكوا، انتوا متعاقبين لمده شهر. يا نهار ابيض، الله يسامحك، انت السبب، انت اللي قعدت تقول لي ده خاطفين حد خاطفين حد، اهو طلع روبوت اهو، ادينا متحبين. ايوه يا ايوه يا كيارا، معلش حقك عليا. وريني بقى الاكل البينك اللي انت كنت جايباه كده، اما اي حاجه تبسطنا كده ونلعب بيها. طيب طيب هوريهولك اهو، افتح بقى العلبه وشوف طلع ايه اللي جواه. ايه ده، ده طلع شوكولاته ومتاكل منها كمان. يا نهار ابيض، السحره السحره ضحكت عليا. ايه ده، بقولك ايه، انا قرفان من العلبه دي اصلا، ده متاكل منها، انا مش هاكل منها طبعا. بصي يلا ناكلها للروبوت البايظ ده. يلا بينا يلا، فكره حلوه. خد بقى كل انت الشوكولاته دي، عقاب ليك عشان انت بوست. ايه ده، الحق الحق يا كيارا، ايه اللي بتاعي اشتغل تاني؟ يا بابا يا بابا يا ماما يا ماما، تعالوا بسرعه. ايه ده ايه ده، البتاع بينور وبيطفي يطفي، برافو عليك، مين اللي صلحه؟ اشتغل ازاي ده؟ انا يا بابا، انا اكلته من الشوكولاته بتاع كيارا، قام اشتغل تاني. يا سلام عليك يا سيمبا، شاطر يا حبيبي شاطر، الحمد لله تعبي ما راحش هدر، الحمد لله البتاع اشتغل تاني. خلاص بقى يا بابا، خلي ماما تلغي العقاب. الغي بقى العقاب يا ماما. لا يا استاذ، منك ليه، مفيش حد هيلغي العقاب ولا حاجه. يلا انت وقع اختك، يلا متعاقبين في اوضتكم لمده شهر. يا ماما بقى خلاص كفايه كده. لا يا استاذ سيمبا، عشان تبقى انت حضرتك قوي تخش الاوضه من غير ما تستاذن، وكمان تعمل حاجه انا قلت عليها لا. وانت يا استاذه كيارا، ازاي تروحي للسحيره الشريره وتخرجي وتروحي مكان بيت ما حدش قالك تروحيه؟ ازاي تخرجي بيت وتروحي بيت من غير ما تستاذنيني حتى، وتاخدي حاجه من حد غريب ما تعرفيهوش؟ انت مش ممكن يحصل لك اي حاجه وحشه لا قدر الله. انا اسفه قوي يا ماما، حقك عليا، مش هعمل كده تاني، عمري في حياتي ما اروح مكان ما اعرفوش، او حتى اخد حد حاجه من حد غريب. اسفه قوي يا ماما. انتوا يا اصحابي اوعوا تعملوا زي سيمبا وكيارا، ولازم نسمع كلام بابا وماما، والحاجه اللي ماما تقول عليها ممنوع يبقى لازم نسمع كلامها، عشان ممكن تكون خطر علينا قوي قوي، وما ينفعش نكلم حد غريب او ناخد اي حاجه منه، ممكن يكون خطر علينا. ما تنسوش بقى تدوسوا اللايك الاصبع مرفوع لفوق، وكمان تشتركوا في القناه. مع السلامه، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تدوسوا اللايك الاصبع مرفوع لفوق، وكمان تشتركوا في حواديت خوخه. مع السلامه، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.